لا يمكن أن نصرف أي عبادة لغير الله. أي والله أتمنى أن تر منك أنك استوئك وطالب مثل يلك مول يكون الله إلى سبحانه. لأن العبادة حق لله. قصك عبادة صن الله سبحانه وتعالى أويكوس. لا نسجد لغير الله. ما إما بيستمر بام ما هم إلا الله إلى سبحانه. لا ندعو إلا الله. ما يبال ما كتر متقو الله. لا نذبح إلا لله. ما إما تورس مول يكون الله إلى سبحانه. لا نخاف إلا من الله. ما إما بلق كتر متقو الله. لا نذبح للجن. ما إما تورس جن الله ولا لأصحاب القبور أيك قوة الله ولا ندعوه من دون الله أيك بالهم أنكب إما كبالبو يكسو كلتا موتكم الله ولا تعالى. نخاف منهم لا نخاف إلا من الله إما كبالك جن يبدأ كما تقول بايتسي بالك من الله سبحانه وتعالى. إذن العبادات لا تصرف إلا لله. طالبا مسيت لو مطبين الله سبحانه وتعالى. من صرف شيئا من العبادة لغير الله ولو عبادة واحدة هذا مشرك كافر. هنك لو يك أنت يطلست الله طالبا مسيت يقولك مولكم الله إلا سبحانه وتعالى. وهك أقولك تبيني طالبا منين نهانت صنعت مشرك سهان أبقى أسكبينين. نحن دعوتنا هي دعوة إصلاحية نريد نصلح المجتمع نرجع الناس إلى التوحيد. مين دعوة صن دعوة يكان برن واستهلوا من برن طائم سيا يكان تهيت الله إلى سبحانه وتعالى. أما الحكم على الأشخاص بالتكفير بالتبديع هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء. متسيت تهر صن مهنجلو تهانون إيه بأوسك بعدين تهانون مبتدع سيروا لمين تهتم صن أبنا تهتم. نحن علينا الآن نتعلم حتى نحذر من الشرك ونحذر الناس منه. مين تهتم أمتيته ميكا عن شركي يبارو طائم سياسيته.